صباح الخير. يا اهلا وسهلا. ليه تعذبتوا لهون؟ ولو على قد الناس الصحة. كيفك؟ سلامتك عمو. كيفك سامر؟ الحمد لله. هلا خبرونا خبرية حلوة، طلع بي لا بده العملية ولا شيء، شوية أكسجين وفيتامينات أو هيك أشياء. خي؟ الحمد لله. يعني الله بعت لنا رشا تدلنا لهون، وإلا كان كارثة. الحمد لله. هيدي لأنه نيتك طيبة يا أبو سامر. بونجور. بونجور بونجور. أنا قلت الست عليا الحلوة يحيى عنا، الجو كله معطر. أنت حكيم بتحب المبالغة. لا لا قليل عليك يا ستنا. وكيف الحلوة بنت الحلوة؟ الحمد لله. مرسي كثير على اهتمامكم دكتور عن جد. أنا جاي أخبركم خبر حلو. كمان؟ لازم نهتم بالمريض بعد 4 أيام، لأنه ضروري الدواء يوصل له من خلال المصل. بس الخبر الحلو بيقول إنه عملنا له ورقه 100% على الوزارة، فما بقى تعتلوا هم وما بقى تستعجلوا، خليه يتعافى على مهله. يا ربي شو هالنهار الحلو هيدا بجنن. ميرسي حكيم عم نعذبك معنا، كتر الف خيرك. لا ولو رشا الحلوه بنت الحلوه بتموت. طيب اذا اعتزتوا اي شيء ما تترددوا تتصلوا فيه. اوكي يلا بالاذن. تفضلوا يا جماعه تضيفكم شي طيب على هالخبر. عملي معروف بس ترجع على البيت من شغلك دقي لي لجيب لك مصريات. اي مصريات؟ 2000 دولار. ما خلص صديقك الحكيم رح يحكم لي بي ببلاش. هلا مش وقت سامر، ما حدا بيعرف شو بيصير. ما رح يصير شيء سامر، عم لك هلا مش وقت. بضل بيطلع هيك مصاريف برات الوزاره، ادويه، تفاصيل صغيره، شو بعرفني. اذا طلع مصاريف برات الوزاره ما معي ادفعه رشا؟ ليش عم بتصرخ سامر؟ لأنه بتطلع الواحد من تيابه. أنا بطلع الواحد من تيابه؟ ليش عملت؟ كل قصدي إنه عم بعمل منيح. ما بدي تعمل منيح. شوفي شوفي هالصريخ كله بالمستشفى سامر. ما في شيء. نمشي ماما. يلا حبيبتي سلامته بيك. ماما أنا تعبان، ولا كلمة ولا سؤال إذا بتريدي. رقتي؟ بدك نحكي شوي باللي صار؟ لا البنات رح يجوا من المدرسه، ماما لازم يمشي. غيران من الحكيم؟ حتى لو غيران من الحكيم مش هيك لازم يتصرف معي. معك حق، هيدا غلط كبير. لا هيدا اكثر من غلط كبير، هيدا حقيقه تصرفه معي بكره من بعد الزواج. حلو بكره كل ما يغار من شاب او يحس حاله قال من حدا يتصرف معي بهالطريقه. مش عم بتكبريه اكثر من لزوم رشا؟ ابدا ما بسمح له يتعامل معي بهالطريقه ابدا. متضايقه حبيبتي؟ مضغوط؟ مش مشكلتي، ممنوع يتصرف معي هيك. انا بدي امشي. وإذا تلفنت أختي سلميلة. مساء الخير. مساء النور. خير؟ اليوم عمو أحسن. إيه الحمد لله. تفضلي. سامر مش هون؟ لا رح يشتغل كل السهرة اليوم، انكسر عليه شغل كتير لمعطر. ليه ما قال ليك؟ لا لا. طيب بالإذن الله معك. الله
دكتور مازن، في حدا عايزك برا. اهلا دكتور. كيفك رشا؟ ماشي الحال. دكتور انا بس جاي لاشكرك على كل شيء عملته مع عائله سامر كرمالي. ولو ما تشكريني رشا، انت بتستاهلي اكثر من هيك، مع انه صاحبك ما بيستاهل المره. لا ما تاخذ فكره عاطله عن سامر، هو شوي متضايق هاليومين. هو حقود وانا بكره الحاقدين والحقودين، بخاف منهم ومن تطلعاتهم. صدقني سامر مش هيك. صدقيني انت انه سامر هيك. الفقر مش عيب رشا، بس الشر والحقد اكيد عيب. على كل حال انت رايحه ولا بعدك واصله؟ لا انا رايحه على البيت، بعدنا جاي من الشغل. يلا انا واصلك. بتعذبك؟ ولو هيك كمان بنفحص ست عليا وبنطمن عليها. يلا دقيقة وبغير ثيابي وبرجع. هيك رايقة كثير عند أستاذ فؤاد هلا. إن شاء الله الوضع يضلوا هيك ماما من هلا لقوا فيلو لأخذتهم منه سلفة. دخيلك جبت المصاري من سامر؟ بعد مع أساس كان بدي أشوفه بالمستشفى. رحت لهونيك وما لقيته. مازن كان وصلك لهون وفحصك وفل. لو بده يلبس ماما كان ضلوا هون وتعشى معنا. أنا ما قلت إنه كان بده يلبس، أنا ما قلت شيء. أنت عم بتلمحي على شيء ماما. لا أبداً، أنت هيك تهيألي. مازن انتقد سامر، قال لي إنه حقود وعنيف، مظبوط هيدا الشيء؟ من وجهة نظر مازن إيه مظبوط، لأنه سامر حقود وعنيف بوجوده ومعه. هيدا المرسي لمازن يلي شاله بيو من الموت، إنه هيك بنشكر الشخص يلي بيعمل معنا منيح. ما تربحي سامر جميلي، أنت عرضت عليه المساعدة. وهو قبلها. ولو قبلها مش معناتها إنه بده يشوف مازن عم يتغزل بحبيبته ويسكت لأنه قبلها. مازن مش عم بيتغزل فيي ماما. بل عم بيتغزل فيكي وانت عارفه وحاسه. بس انا بحب سامر. وجود مازن ما ملخبطك شوي؟ انا حاسه عليك يا رشا، هيدا شي طبيعي. انه مازن حكيم وشاب حلو وقوي وقادر يوقف حدك اكثر من سامر. ضروري وجوده حاسسك بالاضطراب. طيب شو بعمل؟ هلا روحي لعند سامر جيبي من عنده المصريات وبشكل طبيعي، بعدين لك الحادث حديث. رح بضلك واقفة حتى ماما. حسي حسي حالي ضايعة ومتضايقة. أنا حدك حبيبتي، مش رح أسمح لك تغلطي أبداً.